على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ينطلق هذا الشوط شوطنا الخامس عشر. رجاء فتح الطريق لسيارة الكاميرا، أنا كنسير مع البداية والمقدمة مشاهدينا الكرام، والتحدي هنا مع الإثارة والمنافسة. نسير مع صدارة هذا الشوط ناقد المركز الأول، والبداية الشهنية لمحمد بن حماد أبو خرايط لتصدرت القيادة في خامس شوطنا الخامس عشر، بينما المركز الثاني الشاهنية عبد الله بن نايد بن مسلم. بينما الحضور والتواجد مشاهدينا الكرام، شوف القادمة والحاضرة في هذا الشوط 177 تتواجد أيضا بهذا الحضور وهذا التواجد على المركز الثالث. بينما المركز الرابع رابع المراكز هناك القدوم أيضا شعار قادم بقوة، شعار أيضا هنا حاضرا بهذا المسار 184 الشاهنية لمحمد بن حمود الوهيبي اللي غيرت على المركز الأول، غيرت على الصدارة والبداية. بينما المركز الثاني ثاني المراكز مشاهدينا الكرام مذيار شامس بن رقش بن طبازة على المركز الثاني، المركز الثالث لسيد عبد الله بن نايد بن مسلم، المركز الرابع شوف الأسماء القادمة، شوف التحديات ما شاء الله تبارك الله، شوف التجمع من الأسماء القادمة في هذا الشوط بقيادة شعار الوهيبي. أيضا الشاهنية محمد بن حمود الوهيبي تقود الصدارة، اسم قادم بقوة، اسم قادم هنا أعتقد بالحبرود الواصلة مشاهدينا الكرام 65، يا سلام شاهنية عبد الله بن سعيد الحب لي وصلت بالحب، وصل في اللحظات الأخيرة لسيد عبد الله بن سالم بن سعيد بالحب العامري، تتفوق مشاهدينا الكرام في اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لسيد عبد الله بن سالم بن سعيد بالحب على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني ثاني المراكز يا كرا كان الدخول جماعي مشاهدينا الكرام عذرا ايضا عن المركز الثاني والثالث. التوقيت دقيقتين و15 ثانيه. تهانينا والناموس عبد الله لسيد عبد الله بن سالم بن سعيد بالحب على هذا الفوز والانتصار. التوقيت كما ذكرت دقيقتين 15 ثانيه.